السلام عليكم اخوان، تبارك الله عليكم. انا محمد بوحاش، كنت واجد بحي حاج المختار اللي كيربط بين الحي صدام مصاب بني ورياغل. المشكل اللي عندنا اليوم مشكل واحد الطريق كتربط هنايا بين الطريق ديال سيدي دريس والطريق ديال برشيفة. المشكل اللي عندنا هاد الطريق كامل حفاري تحفرت، ما كاينش الصيانه كيف ما كتشوفوا هنايا، كاين الحفاري بزاف وكتبلوك هاد الطريق بزاف، ما كاينش التوسعه ديالها. وجعل الطريق رئيسيه في الحي ملي كتبلوك الطريق هي اللي كتكون المنفذ الثاني ديال، يعني كتدول شويه ديال البلوكاج. وهاد الحومه بصفه عامه كنتشكاو من بزاف ديال الحاجات، ماشي حاجه وحده، البنيه التحتيه الهشه، الطريق عندنا بلوكاج، يعني ما كاينش واحد التوسعه ديال الطريق، كاين الحفاري بزاف، عندنا البنيه التحتيه ديال الكهرباء بدات الشركه وسمحت فيها ما جاتش تكمله، عينا ما نتصلوا بمسؤولين، المسؤولين كنعيطوا عليهم، هذوك اللي صوتنا عليهم اللي كانوا كيوعدونا بشي وعود اللي يعني كيقولوا لنا هذوك وعود بسيطه حاجات غنفذوها لكم، ما بقيناش شفنا فيهم لا حسامي ولا هادو جوج ديال الناس اللي كانوا واعديننا باش يصلحوا ويعملوا ويجي يشوفوا لنا مشاكل ديال الحي. اي مسؤول كيجي لهاد الحي كيشوف الحي ما كيعاودش يتراسل معنا ولا رجع عنا، ما عرفناش شنو هو المشكل، ما عرفناش راسنا واش محسوبين على القريه ولا على المدينه. السلام عليكم الاخوان الكرام، معكم نضال الخيروني من مدينه طنجه، كيتكون مقطع من مكادا. كما كتشوفوا الحاله ديال الحي هنايا دائما عندنا مشاكل، دائما عندنا مشاكل كما كتشوفوا معنا في هذا الفيديو سعد، وما هي داك الحفاري مده ديال 3 شهور وما هي داك القادوس، هذاك القادوس اللي مهرس عليه دابا نقول لك شي شهرين ولا 3 شهور حتى هو. وقعت واحد السيده وحمراء تهرست تماك، كنطلبوا المسؤولين يجيو يشوفوا الحاله ديال الحومه الحاج مختار. هاد الشارع هذا هويا دائما كيوقع فيه البلوكاج، هاد الشارع وهاد الحي هذا دائما كينساوه، كنعياو نجيبو في الصحافات، كنعياو نهضروا في الاذاعات، كنطلبوا المسؤولين يشوفوا لنا الحل ديال البلاصه هذه. الاخوان الكرام، كنطلبوا المسؤولين يجيو يزورونا، ماشي عي الهضره وكلام، الله يجازيكم بخير. كنتمنوا المسؤولين يشوفوا الحاله ديالنا لهاد الجهه هذه، راه كنعياو نهضروا، كنعياو نطلبوا من السيد الوالي يجي يشوفنا هنايا، باقي ما كنشوفوا حتى اتصال، ما كنشوفوا حتى شي مكالمه هنايا. كنتمنوا الرئيس الدائره ولا الباشا يشوفنا الحل لهاد البلاصه هذه، كالطريق كتبلوكا وهنايا كاين هاد الحفاري مهرسين والازبه كيجيو يسيبونا الازبه هنايا. كنتمنوا تجي شي زياره هنايا تشوفوا هاد الحاله ديال الحياه هذا هويا. اولا السلام عليكم، انا صدفه يعني ما كندوش من هنا بزاف، انا ساكن في الحي الفوقي، ولكن حتى هذا كيدخل ضمن الحي ديالنا. كان ديما كندوزو كنجبرو نفس المنظر نفس الاجواء، يعني ما كتختلف شي حاجه، ما كيتبدل حتى شي حاجه، لا اضواء في الليل راه كتكون ظلام، يعني يقدر يوقع هنايا كريساج، خاصه ان الحي يعني حي شعبي، كون شويه ماكتيفي بزاف كريساج الى اخره. هنايا الناس مسؤولين راه عارفين، راه معروفين الناس مسؤولين شكون اللي مسؤول على هذا الشيء هذا، يعني كيتسطروا بعض المشاريع ولكن ما كيطبقوهمش. هنايا كاينه الاناره، كاينه اصلاحات ديال الحي، يعني خصهم ياخذوا بعين الاعتبار هذا الشيء هذا، راه كيضر الساكنه. اذا كان عندهم يعني المصلحه ديال الساكنه هي الاولى، هنايا كيعملوا عملوا بلاكات ديال المرور ديال الانتردي. اذا هاد البلاكه هادي راه تحطت الا وكاين شي مشروع كيتخدم، وما كرهناش يكون بين هاد المشروع ولا من ضمن هاد المشروع يقوموا بعض الاصلاحات ويحيدوا هاد الشيء هذا اللي هنايا، خصوصا وعندنا هنايا المقبره هنايا، والمقبره هي عملوا لها اصلاحات، يزيدوا تحتها شويه اصلاحات ويعني عملوا شي حاجات مزيانين هنا. ما جاتش يعملوا مقبره مزيانه وحدها يكون زبل، يعني عملوا واحد المجهود يعني كيتشكروا عليه، ما كرهناش يزيدوا حتى يصلحوا هاد الديانات سيحيد تنوتهم الازمه. شكرا بزاف. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد.
وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.